وائل شو صار لك؟ ما بعرف ما بعرف، خلينا نروح على البيت. كيف بدنا نروح على البيت؟ الجماعة ناطرينا على الغدا. أي غدا؟ مش رح روح ولا غدا، خلينا نروح على البيت. أنا بعتذر منك سلمى، عم بمرق بمرحلة إلي كم يوم مش طبيعية. من مين بدك تعتذر؟ من سلمى؟ ما سلمى مش إيش عم بتدني إلا صورتك. يلا منروح على البيت، وهلا أنا بعتذر من الجماعة. أوكي. بدي أفهم شو ناقصك يا أستاذ، ساروتك عم بتزيد كل يوم، شو ناقصك لتفوت على هاللعبة الغريبة وبتضحي بأعز ما عندك؟ بعتقد هالموضوع سبق وناقشناه، ما مستعد ناقشه من جديد. باختصار، رحاب بنت خيي رح ترجع خلال هالأسبوعين ثلاثة، وحاملة ثروة كبيرة، وأنا حق بهالثروة من غيري. بدي إياك تفهمي شي يا هند، اللي عم بعمله منه لعبة. وشو بتسمي هالأفكار اللي زرعها براسك هالمحامي الأزعر؟ مش لعب بالنار؟ والمصاري نار يا ست هند، وأنا رح إرمي حالي فيها وين ما كانت وشو ما كان مصدرها. وأيمن فيك تتخلى عنه. رح ببعد عنه وقت قصير. رحاب بده شاب ذكي حساس شخصية يقدر ياكل عقله. ابنك بعده عم يلعب لعب الأطفال. ما مستعد أخسر هالصفقة يا هند. أنا كل همي أيمن، إذا بدك تبعده من البيت أنا رح فل معه. خليكي عاقلي يا هند. شو بدي بالعقل اللي بتنازل فيه عن ابني أيمن؟ حرام حرام، ما في أم بتقدر تتخلى عن ولادها. ابنك اللي وصلني للمطرح، ابنك اللي خليني فتش على بديل. هي زيتها. مين هي زيتها؟ هي البنت اللي ظهرت واختفت بشكل غريب. شو بدك فيها؟ ما بدي فيها شيء، بس ليش ظهرت وليش اختفت؟ هون السؤال. وائل انت تفكيرك مشوش، ما في ولا بنت ظهرت لك. اسمع مني، لازم تشوف دكتور نفساني. هدي لقلي هدي. رح يقول دكتور نفساني لما يقرا هالكلمات؟ مين اللي كتبها؟ اكيد رح يتهمني بجنون. If the jury wants to lock me up and throw
معقول انت؟ شو صار لك صرت تفسفس وتنطط على العالم بالمسرح وفتلي على الكواليس؟ شو اجاك الواحد صرت بدك تكتب هونيك؟ عم فكر اترك الكتابة. بدك تعتزل؟ عن جد عم تحكي؟ يا اخي بدي اعيش على الهواء، ما بقى بدي شيء يوجع لي راسي، بدي اترك كل شيء له علاقة بالاشباح. اشباح؟ شو هالتعبير الغريب هيدا؟ هو فعلا تعبير غريب. انا تعبان يا فادي، تعبان. مزبوط منك طبيعي، خبرني لو اخي شو عم بصير معك؟ رح تعرف. هون بهالمطرح الزيت بلشت القصة. كنا أنا وهي والبحر، ما حدا بيعرف تفاصيل القصة إلا نحن الثلاثة، والبحر هو الشاهد الوحيد. فيك تسأله إذا بدك. البحر؟ ها قصدك تقول يعني إنه البحر هو يلي رسم لك هالقصة؟ إيه بس وائل في كتير قبلك كتبوا هيك، الشاطر حسن، سيدة البحار، حورية البحر، هيدي قصص كلها خرافات ما إلها علاقة بالواقع. ومين قال لك إنه أنا عم بحكي عن قصة واقعية؟ أنا عم بحكي عن حدث، مجرد حدث له نسبة كتير كبيرة من الواقعية. كيف يعني؟ مرحبا يا أستاذ. تعرفوا لهالشخص؟ هذا صاحب الشاليه اللي كانت فيه الصبية ليلتها. عن جد عم تحكي؟ هيدي هي الحقيقة. أكيد سألته هذيك الليلة، شو قال لك؟ سألته ونكر. إذا عم تقلي هو صاحب الشاليه، شو بيستفيد إذا بينكر يا وائل؟ خيريته نكر وبس. صار يطلع فيه تطلعات غريبة. وكمان اتهمني بالجنون. طيب، في شيء إثبات حسي أو شيء دليل بيثبت إنه هالصبية موجودة يا وائل؟ امشي. اترني هون لفوت جيب لك الاسبه. هيدي هي الحقيقه اللي بتاكد انه كل شي صار وعم بيصير منو وهم. تفضل طلع منيها هالكلمات.
اقرا. هكذا نحن نلتقي فنفترق فنعود لنفترق من جديد. حين ترتحل الطيور ينتحل الانتظار وجعا، وتموت المواسم في زبد البحر اغترابا. غرباء نحن عن بعضنا، ولدنا في زمن الحزن، في زمن القهر والدموع والأسى. شو رأيك؟ ما بيعرف، مش يمكن تكون انت كاتبهم بحالة شرود او بحالة دوابين بالقصة وبس عيط حالك بفتكر حدا تاني. انا ليش هيدا خطي بالاول؟ ما بتعرف خطي؟ مش يمكن يكونوا بالكتاب من قبل وما معك خبر؟ حلو كتير. سؤال منطقي اللي بيفرض حاله هو ليش وصل هالكتاب لعندي وليش انا بالذات؟ مش يمكن لانه كتب جبران تليك للبلد؟ كل شيء عندك مش يمكن مش يمكن؟ طيب مش يمكن انه في احتمال اكيد اللي خبرتك اياه صار 100%؟ خصوصا انه صار بنفس الليله حديث انا والصبيه عن جبران. والغريب والمشكله الكبيره انه الليله بالمسرح ما رأيت من حدي وما عملت اي تعبير انها بتعرفني. ولك رح جن. كيف بدك ياني صدق اشياء كلها بخيالك؟ وائل بدي اياك ترجع وائل يلي بعرفه، وائل يلي كان ينسج القصه وما يخلي القصه تتمرد عليه، والا اذا بدك تكفي هيك النتائج رح بتكون وخيمه. غريب غريب كيف صارت كل هالقصص بليله وحده. الصبيه كتاب جبران. بتحصل لما يكون في استعداد. الوحدة اللي فرضت على نفسك انت عم تكتب قصة عن بطلة صار كل الناس بيعرفوا عن فوينها وتمردها، وصرت انت عم بتشوفها عم تتحرك على ارض الواقع، بس هذا ما بيعني انه انت صرت عم تشوفها بالوعي. كيف بدي اخلص من هالقصة يا فاتي؟ بالمواجهة. مش لازم نهزم، بالمواجهة. بالمواجهة؟ ولك كيف بدي واجه شبح؟ هيدا اذا فعلا اعتبرنا انه شبح مش حقيقة. انا برأيي لازم تشوف حكيم نفساني. حتى انت يا فادي، حتى انت. كيف بدي خلص حالي من هاللحظة المجنونة اللي مرقت بحياتنا؟ لحظة كل هالسنين ما قدرت تمحيها ولا قدرت أنا أهرب منها. الو وهيب، خلص مش طايقه الحالة اللي انا فيها، بدي اعيش حياتي بدون اي متاعب. روق شوي. كيف بدي روق؟
كيف بدي روق من بعد اللي شفته ببيت عاطف؟ 20 سنة 20 سنة وأنا عم بتحمل خطأك يا حضرة البروفيسور. قلت لك روقي شوي، مش عم بفهم عليكي. طيب خليني اشوفك من بابتها. شو؟ عم بقلك علي وعلى أعدائي، إذا ضلوا هالمجنون عم بيلحقني رح انشر الخبر بكل الجرايد وقول الحقيقة. شو انتي جنيتي يا سلمى؟ عن أي حقيقة عم تحكي بعد 20 سنة؟ انت شو عبالك؟ أنا صرت بالواجهة، انت طلعت من هالقرف مثل الشعر من العجين. خلصني يا وهي، ساعدني، خلصني من هالورطة، خلصني من هالمجنون اللي صار عم بيهدد لحياتي. ألو ألو ألو، مع مين عم تحكي؟ ما حدا، مكالمة من مجهول. مثل العادة مكالمة من مجهول. شو هالمجاهيل اللي ما عندهم حدا غيرك وهيب؟ عجبك؟ شو بعرفنا؟ إلا كم يوم وهالتليفونات عم تشتي عليك وبتوقيتات غريبة شوي. تحصل بأحسن العائلات، ما هيك؟ شوف هالمناخ الحلو، أكيد هالمناخ بحرك أحاسيس الأسامين، مش هيك عاطف؟ خاصة إذا كان مناخ حقيقي واعي. مش بالضرورة، ممكن أحاسيسك تتحرك مع أي مناخ، المهم تكون عم تتعامل معها على أساس إنها واقع. بس إذا كان بالواقع في غنى، أكيد بيعطي الفنان أحاسيس تانية ليبدع بأفكاره ويتعامل مع الواقع بدون وجعة راس. هيدي القضية نسبية أستاذ. في عندك فان جوغ مثلاً، عاش فقير ومات فقير، بس كان عنده إنتاج فوق الواقع، مش معقول، من الغنى الحقيقي. عاطف، إذا فان جوغ صحت له فرصة ما بيستغلها مثلاً؟ يمكن إيه ويمكن لا. فان جوغ بلا فقر كأنك عم تحكي يعني عن شي لوحة بدون كادر. ممتاز، منطق ممتاز. يا ريت عندي ولد بيحمل هالأفكار وبينظر للجمال على أنه غنى حقيقي. هتواخذني أستاذ، بس شو بيمنع ما يكون عندك هيك ابن؟ القدر، القدر يا ابن. القدر؟ أنت فنان موهوب، إنما أنت بحاجة لفرصة حقيقية. شو رأيك يا ابني يكون عندك أهم جاليري في البلد؟ معقول؟ عاطف، أنت عم تحكي مع أستاذ رمزي. لما يقول بيفتح لك جاليري يعني بيفتح لك جاليري. زبط القرنو. ماما، ما بدك تحكي لي قصة جديدة الليلة؟ لا، خلصت كل القصص، أخذها القرنوب تبعك. ولو ما إلك بالعادة تتركيني هيك من دون قصة. كيف بدي نام أنا؟ طيب، شو رأيك أحكي لك قصة عن هالقرنوب الصغير؟ هو في قصص على الأرانب كمان؟ طبعاً. اسمع، كان في أرنوب عايش لحاله
كان هالأرنوب ما بده شي من هالدنيا إلا يعيش بأمان، لأنه الغابة اللي كان عايش فيها مليانة إشياء بتخوف وما بتطمن. شو يعني بتخوف ماما؟ مثل بابا رمزي؟ ليه هو بابا رمزي بخوفك بشي؟ بلا ماما وما بحب. لا لا أيمن، ما بيحقلك تقول هيك. بابا رمزي بيحبك كتير وما قاله غيرك بالدنيا. في ماما عم بتطلع على الأرنب اللي قاعد بمطرح واحد مع الديابي. بدي شوفه للأرنب. لا لا أنا عم بمزح معك، أصلا ما بقى في أرانب. بلا في، قلت لك ما في، عم بمزح معك. يلا نام. اسمعني جيداً يا عاطف، يجب أن تفهم أنني وعندما رأفت بحالك بيوم من الأيام ومنحتك حناناً مجانياً عطفاً عليك، فهذا لا يعني أنني سوف أسمح لك بالتمادي. اختر طريقاً آخر لحياتك طالما هنالك فرصة، وإلا فسوف لن تجدني مفتوحة اليدين والقلب أبداً.
هيك أكثر من أي شيء مرق بحياتي. عن أي فرصة عم تحكي يا أمي؟ في فرص بالدنيا أساساً؟ خلص أنا سكرت كل أبواب مصدية بحياتي، بعد في بابك أنت بس، مشان حط النقاط على الحروف. اجت فكرة تبني عاطف من بعد الفراغ اللي كنا عايشينه أنا وجوزي وهيب. بعد ما يئسنا من إنجابي للطفل يتوج ارتباطنا اللي كان بالسر وقتها، وكان شرط إنه يكون لهالطفل أهل نعرف مين هني، وهيك وصلنا لهالأم المعطرة. ما بنكر إنه اللي صار كان صفقة استثنائية، صفقة فرضها الزمن. ما كنت عارفة إنه جوزي عم بيدفع فاتورة عذابي، ومن هون بلشت قصة علاقتي بعاطف وأمه المسكينة. كان كل شي عم بيصرخ إنه اللي صار خطية، حتى حيطان البيت كانت عم بتصرخ، إلا أنا، لأني كنت غرقانة بالحلم اللي ممكن يثبت علاقتنا أنا ووهيب. وبالنهاية طلع كل شي مجرد سراب. نعم وائل، سراب. سراب؟ شو بتقصدي بسراب؟ بعد 5 سنين من عمر عاطف هجرني وهيب، لقيت حالي وحيدة، مربي عايشي مع طفل، معزولة عن العالم، مش قادرة تتأقلم بحياة جديدة من بعد ما كنت بين الأضواء والشهرة. ما قدرت أتحمل، ما قدرت كفي هالعيشة، أخذت عاطف عملجة للأيتام حتى أرجع كفي مشواري اللي وصلني لهون. طيب ليه ما بتخبري عاطف المعلومات وتدليه على أمه الحقيقية وبترتاحي من هالعذاب كله؟ فكرت بهالموضوع، قلت لازم روح شوف عائلته. رحت عزيت المطرح، بس المشكلة كانت إنه أمه ماتت وما حدا بيعرف لوين راحوا أهله. ترجيك وائل، ما تكرهني، أنا عم بتعذب من هالحادثة اللي مرقت بحياتي. ترجيك خليك حدي، أنا هلأ بحاجة إلك أكتر من أي وقت. مساء الخير. شو بك يا عاطف؟ عملت لك اليوم صحن فول مدمس، وأنا مأكدة إنه رح يعجبك كتير. لا ما تبكي، بترجاك ما تبكي. خبرني شو صاير معك، بركي بقدر ساعدك بشي، نحن جيران. ولو شو محتاج مصاري شي؟ بدي فل من هالدنيا رشيدة. شو هالحكي هيدا؟ خلص ما بقى طايق شي. بترجاك ما تحكي هيك يا عاطف، انت شاب كتير آدمي ونحن هون منحبك كتير. كلكن عم تعطفوا علي انتو. عم تعطفوا علي وبتنسوني لأني هذا الشاب المعطر عايش من زوي لوحده. كل شي عم بصرخ بوجهي، الظروف، الناس، وهي. هي؟ مين هي؟
كل الناس بتعرف مين هي إلا أنا. بعد 20 سنة حسيت حالي عايشة بدوامة رهيبة، دوامة مليانة خوف، عطول بحس إنه عم بيراقب كل خطوة من خطواتي، بحس إنه بده يرتكب جريمة بحقي. أعصابي صارت بالويل. بفهم، بس مع هيدا وكله ما كان لازم تتخلي عنه، لأنه الأم مش هي اللي بتخلف، الأم هي اللي بتربي. بدك ياني العب دور المربي كل حياتي؟ مربي من وجهة نظرك أنت، بس من وجهة نظر عاطف أنت الأم اللي تخلت عن أمومتها. بس أنا كمان بحق لي أعيش، بحق لي أتفرغ لحياتي من بعد ما فيش المشروع أنا وهيب. مشروع؟ عم بتسميه مشروع؟ طبعاً، لأنه هو فعلاً كان مشروع مش أكتر. وللأسف أنا عرفت الحقيقة مؤخرة. طيب ليش قبلتي إنه هالمشروع يكون بالسر؟ وقتها فكرة إنه بروفيسور عظيم من عائلة معروفة يتجوز من ممثلة كانت بتشكل علامة استفهام كبيرة، خاصة قدام عائلته لوهيب. أنا رفضت الفكرة، بس مع الوقت وهيب قدر يقنعني إنه ما في عنا غير حل. ما بقى في فرص يا حضرة الممثلة الكبيرة، ما بقى في لغة بتجمعنا أنا وياك غير لغة الكره. بلا أنا بكرهك، ما في اتطلع بوجهك، وكل يوم عم يمرق عم بكرهك أكتر وأكتر. فهماني؟ استعدي لجولة جديدة.